اهلا بحضراتكم في اول فقرات البيت الكبير. معانا النهارده اثنين ضيوف من نجوم الصحافه الرياضيه في مصر على مستوى النقد الرياضي والنقد الكروي بشكل كبير جدا. مشرفنا النهارده الاستاذ سامي عبد الفتاح. اهلا بيك يا استاذ سامي، منورنا في البيت الكبير. سعداء بوجودك. انا اسعد طبعا. ربنا يخليك. وطبعا حبيبنا وصديقنا الاستاذ جميل الزويري، طبعا بتشرفنا دايما وتنورنا في البيت الكبير. انا والله بكون سعيد وانا معاك كابتن. ربنا يخليك. ان شاء الله تبقى حلقه مفيده ان شاء الله مع الاستاذ سامي. طبعا ان شاء الله. طبعا ملف، خلينا نقول ان يمكن السبت اللي فات والحد كان نقدر نقول في اختبار صعب للفرق المصريه المتمثله في النادي الاهلي والزمالك على الاراضي المغربيه. عايز اعرف من حضراتكم، ابدا بالاستاذ سامي، نجاح النادي الاهلي ونادي الزمالك في الفوز على الوداد وعلى الرجاء مردوده ايه، وينعكس ازاي على حتى الكوره المصريه وتفوق الفرق المصريه على الفرق المغربيه؟ طبعا يعني احنا في حضرتك لمست نقطه مهمه جدا. النجاح ده في المغرب، اهلي وزمالك في المغرب، دليل يعني مفيد جدا وقاطع على الرؤيه الصح ان الدوري كان لازم يشتغل، وان ما الاراء اللي كانت بتقول لا ما في مخاوف كورونا او في يعني الدوريات كلها كانت اشتغلت. بس طبعا اللجنه الخماسيه برئاسه عمرو الجنايني كان لها، وكل اتجاهات الدوله ومجلس الوزراء كان لها اتجاه قوي جدا في ان الدوري يشتغل. ده عاد بمردوده اللي شفناه في الدار البيضاء، يعني بشكل صريح يعني الانجاز اللي عمله الاهلي والزمالك بالفوز في ذهاب دوري الابطال، يعني واضح جدا الفروق الفنيه والبدنيه في الملعب نتيجه ان الفرقتين كانوا منخرطين بقوه جدا في الدوري. صحيح حصل تغييرات في الاجهزه الفنيه برضه ما اثرتش، ودي برضه ظاهره ايجابيه جدا. فطبعا يعني عايز اقول ان التفوق ده يعني علامه الكرة المصرية حديثا، يعني ان على التفوق على الكرة المغربية في المغرب دي مسألة مش سهلة، بس في نفس الوقت تحذرنا من اللي جاي. يعني هنتكلم اكيد كانت خطوة اكيد طبعًا اللي جاي. طبعا انا عايز اقول ان الفرقتين قدموا كرة حلوة واستحقوا الفوز. الاهلي بالذات يعني كان اداؤه مميز جدا جدا. يعني هقول طبعا ان شيء من التوفيق كان في جانب الفرقه، وده يعني مساله موجوده في كره القدم. صحيح. ان التوفيق انت بتدور عليه. صحيح. وزي ما هو بيدور عليك يعني. ف يعني الهدف المبكر لقفشه وضربه الجزاء اللي صدها الشناوي. طبعا التفاصيل الفنيه طبعا هنتكلم فيها طبعاً، وان شاء الله يعني هنغطيها بشكل او باخر. وكمان عايزين كمان ان شاء الله من خلال حوارنا نتكلم كمان على القادم. اعتقد المباراه الاهم دلوقتي هي مباراه العوده ان شاء الله يوم الجمعه. استاذ جمال، كانت مفاجاه بالنسبه لك فوز الاهلي والزمالك في المغرب؟ بصراحه رغم انه امكانيات الاهلي وامكانيات الزمالك امكانيات كبيره، انما برضو كان في جزء كبير من المفاجاه. يعني ما اقدرش ان انا اقول ان انا كنت متوقع الفوز او متاكد الفوز أو يعني متاكد طبعا. لا طبعا ابقى يعني بقول كلام مش واقعي، انما انا بقول اللي تخاف منه ما بيبقاش في احسن منه. ويمكن يكون احد اسباب تفوق الاهلي والزمالك في المباراتين هو انهم كانوا عاملين حسابهم كويس قوي ومستعدين كويس قوي، لانه ده كان واضح جدا. ويمكن هنا انا هركز شويه برضو على الاهلي، انه بعد وصول موسيماني وتولي المسؤوليه ومن خلال المقارنه لما تشوف كل المباريات اللي لعبها موسيماني مع النادي الاهلي محليا ثم افريقيا، هتلاقي ان النادي الاهلي اداؤه اتغير. ويمكن احنا اتكلمنا مع بعض في الحلقه الاخيره يوم الخميس بالليل، كان على مسألة نلعب دفاع ولا نهاجم ولا ايه. صحيح. يعني يمكن كان معايا الاستاذ محمد القوسي، نبدأ نضغط من قدام ولا نعمل. بس انا في رأيي برضو انه الاساس التغيير الكبير اللي حصل مع موسيماني اللي هو التمركز الدفاعي والظبطة اللي موجودة في الملعب، لان ده بيديك قوة في اقتناص الفرص. يعني الهدف اللي احرزه مجدي قفشه في اول 4 دقايق ده كان في قبليه فرصه كمان،
يعني ده ما يعني ان انت حتى لو انت بتدافع كويس هتبقى جاهز اكتر لانك مسيطر وعندك اراده الفوز موجود وعندك اراده الفوز لا وبتبقى مسيطر على الملعب وشايفه كويس ومش خايف. فانا بقول انه طبعا الفوز رغم انه يعني التوقعات كانت 50-50 انما المباراه نفسها لا الوضع اختلف تماما وكل التوقعات اللي كانت قلقانة من المباراه ذهبت ادراج الرياح زي ما بيقولوا بعد دقائق. يعني مجرد انك تشوف اللي هو شكل فرقه النادي الاهلي وبعديها شكل فرقه الزمالك لا تحس ان انت هتكسب يعني بلا تردد يعني. وبعدين الفوز ده انا بقوله انه فوز مهم قوي كمان بالنسبه للنادي الاهلي. ده اول فوز في دور نصف النهائي من يعني حتى في احصائيه من 2005. وبعدين ده الفوز رقم 14 في نصف النهائي البطوله الافريقيه وده ريكورد تمام يعني ده رقم وده فيه. اول مره انت تكسب في النصف النهائي خارج ملعبك حصل 2005 بس انت كنت بتلعب مع الزمالك المباراتين كان في الكليه الحربيه في مباراه بتاعتك ومباراه بتاعه الزمالك ومع ذلك كسبت انت الماتشين. في كمان ده اول فوز لموسيماني على الوداد في ملعبه يعني ده برضو من الارقام صحيح. انا عايز اقول ان المباراه ككل كده مش مجرد فوز وده يدينا برضو مش هقول تحذير بس الارم كده قبل مباراه العوده ان احنا ناخد الامور بانضباط شديد جدا وده اللي انا حسيته برضو في تصرف فرقه النادي الاهلي وساعه ما الكابتن محمود الخطيب كان بيهنيهم في الملعب بعد المباراه لا انه ناجل الافراح لما بعد ايه المباراه اللي هي القادمه ده الحاسمه يعني ده الاهم. واستاذ سامي برضو من خلال كمان تصريحات موسيماني بعد المباراه فيها جزء يعني لو استدرجنا كده تصريحاته على المستوى على مستوى المؤتمر الصحفي اللي اتعمل او تصريحاته من خلال الصحافه ونطلع منها شخصيه موسيماني نمره واحد هو كان سعيد جدا طبعا بالاداء لكن كمان عنده قال لك انا مش سعيد او كنت هبقى مبسوط اكتر لو عدد الاهداف والفرص اللي حققناها اكتر يعني فدي طلع منها ايه وتستخرج من التصريحات ديت شخصيه عامله ازاي. انا رصدت من التصريحات دي فعلا وعجبني جدا انه الراجل واقعي جدا الى حد كبير. يعني طبعا اي واحد بيتمنى انه فوزه يكون مامون وامن تماما اثنين غير ثلاثه وواحد غير اثنين فطبعا ده كان وارد جدا في الملعب يعني لكن الراجل قال يعني كان واقعيته ان هو ودي هتساعد في مباراة العوده ان الاهلي كان محظوظ بعض الشيء بالهدف المبكر والخطا اللي وقع فيه جبران اللاعب المغربي لكن طبعا اللي فتح الملعب وادى لعيبه الاهلي ثقه فمن هنا موسيماني واقعيته انه فاهم حدود شكل الملعب وحدود الملعب في ايه وقدرات لعيبته في ايه فيها ايه فيعني وحاسس كمان وهو قال كمان كابتن هاني ان عنده مشاكل في الدفاع. طيب هتكلم مع حضرتك خاصه يمكن هنستكمل حوارنا في الشكل الفني لكن كمان لازم يكون معانا واحد من اساطير النادي الاهلي على مستوى اللعب وعلى مستوى التدريب الكابتن مختار نجم النادي طبعًا الاهلي طبعًا واستاذنا كلنا وبرحب بيك يا كابتن مختار مساء الخير اهلا بيك في بيتك في البيت الكبير. الله يخليك يا ربنا يبارك فيك ويجزاك الله كل خير. لا طبعا برحب انا بالاساتذه اللي معاك وحشونا وانت اكبر والله من الجيل احنا متابعينك على طول يا كابتن الله يخليك ربنا يخليك يا كابتن استاذ طبعا استاذ جمال واستاذ سامي عبد الفتاح. كابتن مختار طبعا بنتكلم طبعا على مباراة طبعا النادي الوداد والاهلي مباراة الذهاب عايز اعرف برضو وجهة نظر حضرتك الفنية وتقييمك الكامل للمباراة على مستوى اكيد موسيماني وحضرتك مدرب كبير وكمان على مستوى اداء اللاعبين داخل الملعب. اكيد يعني اكيد ان هم يعني المدرب واللعيبة ابدعوا في هذا المباراة من اولها لاخرها احنا بنمتلك كل شيء فيها سواء من الاداء سواء من المكسب سواء من كل حاجه يعني
كان فيها امتلاك هائل جدا جدا لكل مقدرات اللعب، سواء زي ما بقول من الاهداف او من الاداء، وده طبعا اكيد اكيد ده شغل مدرب. وكمان صراحه اللعيبه يعني تفوقت على نفسيها بشكل كبير جدا جدا، ومن افضل الماتشات اللي الواحد شافها للنادي الاهلي على كل المستويات، على المستوى الداخلي وعلى المستوى الخارجي، خصوصا كمان المستوى الخارجي اللي احنا كنا بنشتغل فيه قبل كده كان اقل من كده بكثير. لكن لما حضرتك تقصد المباريات الخارجيه يعني خارج مصر، خارج مصر طبعا، اما نوصل المباراه قبل النهائيه ونادي فيها الاداء ده، فده اكيد اكيد مستوى هائل جدا جدا جدا، سواء على مستوى المدرب وعلى مستوى اللعيبه. زي ما بقول لك ابدعوا ابدعوا، وده امر طبعا يعني احنا كنا بنتمناه، لكن كمان هم حققوه بشكل هائل جدا. يعني ان احنا من اول دقيقه للمباراه لغايه ما المباراه تخلص يبقى ممتلك كل مقدرات اللعب بهذا الشكل، وبعدين تجيب جونين وخارج ملعبك ويبقى عندك فرص ان انت تجيب ثلاث اربع تجوان ثاني ويعني ويضيعوا منك بالشكل دوت، والناس تبقى حريصه قوي على انها تكسب بالشكل ده، اكيد ان دي حاجه هائله جدا. وعلى فكره هو ده يعني هو ده الطبيعي بالنسبه للنادي الاهلي. كنت لسه هقول لحضرتك، يعني انا بقى قبل ما اخش في السؤال ده عايز اسال برضه حضرتك كمدير فني كبير، ايه افضل التصرفات او اداء موسيماني خلال المباراه قلت لا ده احنا فعلا عندنا مدرب، رغم ان هو بقاله فتره صغيره معانا ما كملش اسبوعين، لكن نقدر نقول انه مدرب عنده شخصيه وشخصيته تتلائم مع شخصيه لاعب النادي الاهلي. اهم حاجه هني ان انت تبقى كسبان، وبعدين لما تكون بتلعب بره او حتى وانت جوه ساعات تبقى عايز تحافظ على المكتب، صحيح، تبقى مكتفي وتبقى يعني كانن وتلعب زون ديفنس وتطلع باستحياء في الهجمات المرتده، لان انت برضه بتلعب فرقه كبير طبيعي وليها تاريخ كبير وبتاع. لكن لما يعني تبقى كسبان وتبقى مستمر كمان في ان انت على طول تروح للجون الثاني وبالزياده العدديه بالشكل دوت ومن كل الجوانب، سواء من العمق او من حته اليمين ومن الشمال، اكيد ان الكلام دوت هايل جدا جدا بالنسبه للمدرب، ان هو يعني يدفع اللعيبه لهذا الامر ويبقى في استمراريه طول الوقت، اكيد ان دي حاجه تتحسب له وكمان تتحسب للعيبه بشكل كبير جدا. اكيد يا كابتن، وكمان على يعني مستوى كمان التغييرات، وانت عارف طبعا ان حضرتك مدرب كبير، المباراه مشيت بكذا سيناريو، السيناريو افضل ما يمكن ان يتحقق انك بتحرز هدف في الدقائق الاولى، ده سيناريو رائع، واتفق مع حضرتك ان يعني حتى اللعيب المصري متعود لما بيجيب جون خارج ارضه تلقائيا حتى لو المدرب ما قالوش حاجه بتلاقيه بيرجع من نفس الورق. يمكن وده امر طبعا صح. صحيح. كمان على مستوى التغييرات، يعني حضرتك برضو نشوف رؤيتك تغييرات موسيماني خلال المباراه. ما شاء الله، طبعا هو طبعا هو يعني كان في توفيق كبير جدا، بس انا عايز اقول لحضرتك كمان يعني ما شاء الله المدرب موفق، بس كمان اللعيبه صحيح يعني ابدعت في الشق الفني اللي هم اشتغلوا بيه بشكل كبير جدا. وما شاء الله انت يعني سواء اللي ابتدوا مع التغييرات كلهم كانوا على مستوى هايل جدا 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 من الاداء الفني، بقى كمان ان هم يعني حريصين جدا جدا على المكسب، ان هم ما يكسبوش واحد بس ولا اثنين بس، بل يعني طول الوقت انت حاسس ان النادي هيجيب جول، وده امر طبعا اكيد اللي بيتحسب نمره واحد للناس اللي قاعده بره بتدير المباراه، نمره اثنين للعيبه، حاجه هايله جدا. ودي يمكن زي ما انت بتقول احنا فعلا كلنا او كل الفرق على مستوى العالم كله قليل جدا اللي بيجيب اجوان ويفضل مستمر ورايح للخصم بالشكل اللي احنا بنشوفه ده بالزيادات العدديه اللي هي كانت موجوده ديت، اكيد ان دي حاجه هايله جدا، مع الناس اللي كمان يعني الريزيرف اللي نزلوا كانوا على نفس المستوى اللي هم ابتدينا بيه المباراه. صحيح. وطبعا يعني لو تسمح لي اضيف كمان لحضرتك ان خلاص يبقى مش هقول حاجز الخوف، لكن حاجز التردد وحاجز ان احنا بنلعب بره ارضنا ويبقى 1-1 كويس وصفر صفر كويس، اعتقد المباراه زي ديت بالاداء دوت بالشخصيه دي كمان بترجع النادي الاهلي، لان احنا بقالنا فترات طويله بره يعني في البطولات الافريقيه خارج الارض، فدي كمان بتعيد الثقه ان احنا قادرين ان احنا كمان انت بتلعب فريق كبير على ارضه وسط، مش هقول وسط جماهيره، لكن على ارضه بتحقق النتيجه في كل الاحوال على ارضه طبيعي طبعا طبعا
باور كبير جدا لاي حد. اما هو لما يجي لعبنا على الارض هنا اكيد انا عندي باور هايل جدا ان انا بلعب على اكيد الأرض. اكيد مهم طبيعي لما تكون انت بتلعبهم على ارضهم ويبقى عندك انت نفس الباور اللي احنا بنشتغل بيه من جوه ويبقى جوه وبره بالشكل ده، فهذا حتى تدينا ثقه في فرقتنا وتحسسنا ان احنا ان شاء الله نقدر نكسب البطوله بشكل كويس ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. سؤال اخير يا كابتن مختار، تتوقع او لو حضرتك موجود على راس الجهاز الفني حاليا تبدا المباراه بنفس التشكيله وبنفس الافراد ولا ممكن يكون في بعض التغييرات في الافراد؟ هي طبعا راجعه لل انت تكون عايش مع اللعيبه، هل في حد في حاجه، هل حد في يعني عنده في مشكله ولا حاجه، لكن لو ما فيش مشاكل اكيد افضل شيء ان انا ابتدي بنفس التيم اللي انا ابتديت بيه واشتغل بيه. وخلي بالك يعني احنا دايما بنقول ايه، ان المباراه النادي الاهلي عارف الكلام ده، ان المباراه ما انتهتش، صحيح المباراه الثانيه فاضل تايم ثاني اللي هو هيتلعب هنا، وكلنا عارفين الكلام ده، بس هم عارفين الكلام ده اكثر مننا بكتير، لان احترافيه النادي الاهلي احترافيه على اعلى مستوى، ده وده امر اكيد الف ب الف ب الاحترافيه. انك هتلاقي الماتش هنا في مصر إيه، ان انا مش ان شاء الله ان شاء الله مش هيرتد ان هو يكسب واحد ولا اثنين، انما لو راح لابعد من كده هيروح لابعد من كده وبكل قوه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. كابتن مختار، مختار طبعا بنشكرك شكرا جزيلا، مدرب كبير واحد اساطير النادي الاهلي، نشكرك شكرا جزيلا، ويكون معانا كمان مداخله ان شاء الله بعد مباراه العوده يوم الجمعه وبيأكد فيها النادي الاهلي انه ان شاء الله موجود في المباراه النهائيه. كابتن مختار شكرا جزيلا. طبعا رؤيه فنيه رائعه من كابتن مختار طبعا، وكلنا يعني شاهدين حتى على اداء الكابتن مختار في خلال مشواره التدريبي، لكن كان مهم ان هو كان بيتكلم على موسيماني وبيتكلم على نقطه مهمه جدا، ان اللعيبه عارفه والاداره الفنيه عارفه ان الموضوع ما انتهاش، ده هيرجعنا تاني. لا هم عارفين طبعا جدا، واحنا لما بنقول كده مش بنقول كده عشان احنا عارفين اكتر منهم، لا بس احنا برضو كجرس انذار كلنا لازم نبقى متفقين على اننا برضو نقول لهم، لانه ممكن في لحظه يبقى في نشوه واحساس بالتفوق او ثقه زياده، صحيح. وعلى فكره النادي الاهلي نجح في مباراه الذهاب لانه الثقه الزياده دي ما كانتش موجوده، كان في ثقه في نفسي جدا، احترام الخصم طبعا كان موجود، احترام الخصم كان انا شايف انه كان على اعلى مستوى، رغم حدوث بعض التغييرات في التشكيله بتاعه الوداد وحصل لخبطه عندهم، ده في مصلحتنا طبعا، يعني ما هو انت طبيعي مش هتدير، انت بتلعب على اخطاء يعني موسيماني مش هيدير الاهلي ويدير الوداد، يعني مش هيقول لهم صلحوا ولا اعملوا، بالعكس في خطا، يعني الخطا اللي وقع فيه يحيى جبران ده وارد في كل المباريات، بس كونه يحصل في التوقيت المبكر ده في الدقيقة 4، وكونه ده بيفكرك بلقطة زيدان وسونج في كأس الأمم الأفريقية، هو حب يتفلسف أو ارتبك أو أي حاجة عشان لاعب وسط، بس برضو تصرف محمد مجدي قفشة اللي بعض الناس كان ليها ملاحظات على أدائه قبل كده في المباريات وبتاع، إنما المرة دي يعني كان بيتصرف بشكل مثالي جدا ومباشر جدا وما فيهوش فلسفه، صحيح واخد بال حضرتك. فبالنسبه لموسيماني برضو انا يمكن عشان كده قلت لحضرتك ان هذه المباراه اذا كان الاهلي لاول مره بيفوز في نص النهائي خارج مصر، موسيماني بعد 5 مباريات يعني لعب قبل كده 5 ماتشات خسر 4 وتعادل مره مع الوداد، فبالنسبه له يعني انا بقول انه انجاز كمان لموسيماني، وهنا انا عايز اقول انه اللي ساعد على كده انه اللعيبه لعيبه النادي الاهلي تفهمت جدا، واضح يعني من خلال المباريات اللي فاتت، احنا شفنا مباراه بيراميدز يا كابتن هاني السامي، مباراه بيراميدز اللي انت بتلعب فيها كان في نقص عددي كمان، ما كانش موجود نقص عددي ولعيب مهم، كانت بروفه مهمه جدا يعني، لا دي كانت ادت الثقه كمان للعيبه، ده علت الاراده يعني عند لعيبه الاهلي بشكل عالي جدا، واديتهم يعني دفعه ان هم يحققوا اللي في دماغهم دايما في الملعب، يعني اللي حصل في ماتش بيراميدز ده يعني نموذج استثنائي جدا، وكان مقدمه لما حدث في الدار البيضاء. يعني طبعا بكرر على ما قاله الاستاذ جمال، يعني ان مباراه العوده
هي شوط تاني مهم جدا يعني ما فيهاش كلام يعني شوط تاني للمباراة اللي هي يعني هنا شوط الأول 2-0 لا استرخاء وفي نفس الوقت حسابات تانية جديدة فنية من موسيماني لأن طبعا جاموندي مش برضو عنده أفكار جديدة ما أصل هو كمان يعني خلي بالك هو المباراة يعني أنا كمان عرفت إن من خلال المحاضرة كان موسيماني قال للعيبة وداهم مثل صغير كده كان الشامبيونز ليج كان برشلونة كسب ليفربول 3-0 مباراة الذهاب فداهم مثل ده وقال لهم المفروض الاثنين طبعا فرقتين كبار وإنما برشلونة تتقدم 3-0 مباراة العودة بالنسبة لها الأمور بتبقى منتهية لكن رجوع ليفربول وجابوا 4 أهداف فإدى مثل حي قدام اللعيبة اللي طبعا كلنا بنفرج على الشامبيونز ليج ده برضو عايشين اللعيبه في الاجواء الصحيحه دي المباراه لسه ما انتهتش اللعيبه بتشوفها وبتتابعها طبعا اكيد يعني اكيد طبعا يا سامي المباريات دي بتبقى دروس مجانيه يعني لازم كل لاعب كره يستفيد حتى من المباريات اللي بيشوفها يعني اتفضل يا استاذ فطبعا يعني مباراه العوده دي لها قيمه كبيره جدا ومهمه جدا وهي مش مجرد هتوصلنا للنهائي وبس لا ده هي هتدينا علامات المباراه النهائيه يعني صحيح. يعني علامات واضحه جدا اذا كان اللقب فعلا هيخش القلعه الحمراء ولا ايه بالظبط طبعا الاهلي غايب عن اللقب بقاله سنوات وده يعني الجيل ده قدامه فرصه ذهبيه جدا ان هو يعلي من قيمته زي الجيل السابق اللي لعب في المونديال الأندية أكثر من مرة وأنا اتشرفت إن أنا أكون معاهم 3 مرات في اليابان يعني على الأقل فيعني اللعب في كمان في كأس العالم الأندية دي جايزة كبرى للعيب يعني اللعيب اللي بيبص لنفسه كده ومشواره دي جايزة كبرى فيعني النهاردة بس ما تبصش تحت رجليكم إن إحنا في 2-0 في لا وفي ماتش مهم جدا جاي يوم الجمعة إن شاء الله وفي النهائي يعني انا يعني بشفق على اللاعبين وعلى موسيماني كمان ان هو اكيد بيفكر في النهائي في نفس الوقت يعني هو طبعا اعتقد النتيجه ان شاء الله لو احنا حققنا نتيجه طيبه خلال مثلا الشوط الاول نص الشوط الثاني دي كمان احنا نعتبرها يعني ندخل بعض العناصر دخول كهرباء بعض الناس فتبقى بروبه كمان احنا عندنا ان شاء الله بعد يعني لو ربنا وفقنا في مباراه الجمعه عندنا اسبوعين قبل يوم 6 نوفمبر هيكون استعدادات هو الاهم حاجه ان هو يركز في مباراه العوده باذن الله واخد بال حضرتك يا سامي ان هو دي هي المباراه دي المهمه اللي قدامه طبعًا. دلوقتي هو يركز فيها وبعد كده هيبقى في حسابات اخرى ويمكن انا بتفق برضو مع كابتن مختار انه لو ما فيش حاجات احنا مش عارفينها جوه الفرقه بالظبط يبقى البدايه تتفق في نفس العناصر ونفس يعني البدايه مثاليه جدا انه لانه هو برضو موسيماني واضح انه عمل برضو حاجه يعني لعيب الاهلي طبعا على مستوى ما اقدرش ان احنا نقول ان هم ما عندهمش خبرات ولا كلام من ده بس توظيف الخبرات دي المدرب برضو بيبقى له دور كبير قوي يا كابتن هاني طبعا في انه هو يطلع من كل لعيب اقصى قدره عنده اقصى قدره واحلى حاجه عنده وبالتالي ازاي بينظم اداء فرقته يعني هي كانت فعلا تشكيله مثاليه في دول الاصابات بالظبط دول الاصابات الكتيره جدا خلي بالك يعني ده كمان في اصابات يعني رهيبه يعني مستشفى الاهلي دي حاجه صعبه جدا فطبعا كان يعني التشكيله مثاليه جدا ولازم اللعيبه تاخد حقها في الثناء لان اعطت كل ما عندها في ظل هذه الظروف يعني كان عطائهم عالي جدا بغض النظر عن التوفيق كان حليفهم يعني لما فعلا 90 دقيقه وانا بربط بين الماتش المباراه دي ومباراه بيراميدز لان انا شايف ان الاهلي في بيراميدز كان متفوق فوق العاده يعني سوبر في ظل النقص العادي في ظل النقص العادي والاصابات اللي يعني المؤلمه جدا والصعبه جدا في بدايه المباراه الكهرباء وبعد دقائق من وكنا مضيعين ضربه جزاء كمان يعني دي روح يعني دي روح الاهلي دي روح الاهلي اللي فعلا اتواجدت انتقلت مع اللاعبين في الطياره الى الدار البيضاء وقدروا يعني يعملوا مباراه كبيره جدا نتمنى ان هذه الروح بهذه العزيمه تستمر حتى النهائي ان شاء الله ويبقى في لقب وجماهير الاهلي تفرح باللقب لان طبعا يعني مع يعني والمنافسه لازم طبعا اتمناها مصريه يعني ان شاء الله تتوقعها يا استاذ جمال مصريه
مصريه؟ لا هي في الغالب ممكن جدا تبقى مصريه مصريه، بس برضو انا بقول انه الحذر في المباراتين على فكره. بتتكلم على الزمالك يعني؟ يعني بس حتى على الجانب الاخر مع الزمالك الرجاء ممكن يبقى فيه صعوبه هنا، يعني 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 ممكن يبقى فيه خطوره، خاصه انه الفرق هدف واحد، فلا بد من الحذر. وتوقعي بقى ان هم يبقوا نهائي مصري وبعد كده كل واحد حر يشجع اللي هو عايزه. لا المهم النهائي في بلدنا، المهم النهائي والكاس ما تخرجش من مصر بالظبط يعني. اعتقد ده ده مهم يعني. وبرده يعني المهم قوي كابتن انه واضح انه بصمات، ويمكن احنا قلنا ده اول ما جه موسيماني، ان هو موسيماني حابب جدا يا استاذ سامي التجربه، ان هو بدليل انه الفرحه العارمه ان هو هيدرب النادي الاهلي، وفي نفس الوقت هو عنده اهدافه الشخصيه وطموحاته. يمكن في ناس قالت لك ده عدد الماتشات اللي لعبها في مع الوداد او في المغرب خسرها او خسر اغلبها. لا هو فايز اخر مره على الوداد، لكن قول لا دي اول مره يكسب الوداد. فاز هناك في جنوب افريقيا. لا انا بتكلم في ملعب، لعب ماتشين بس مع لا في ملعب محمد الخامس. كان اول مره بعد خمس ماتشات اربع هزايم، لكن ده مش معناه ان هو وحش، هو الـ مش معناه ان هو مش فاهم الفرقه او مش فاهم امكانيات الوداد ايه. قد يكون المره دي لعيبه الاهلي ساعدوه اكتر على تحقيق اللي هو عايزه. أيوة. يعني ممكن لعيبه سان داونز معاه ما حققولوش اللي هو عايزه، لكن هو لقى في النادي الاهلي اللعيبه اللي ممكن تحقق ده. وبصراحه يعني انا بقول انه في اكتر من لاعب تالق في هذه المباراه بدرجه اللي هي نقدر نقول عليها ايه، امتياز يا سوبر. يعني طبعا كلهم نجوم، بس في لعيبه يعني. طب علي معلول على فكره ده احرز اعتقد الهدف التاسع ليه في المشوار الافريقي ده، وده يعني طبعا. اعتقد كمان عادل كابتن مجدي عبد الغني واحمد بلال في هذا الرقم، ان هذا الرقم كابتن مجدي عمال يتبهدل كل ارقامه الارقام بتتكسر. فده وكمان بيجي من يعني من باك شمال، بالرغم انه ممكن يقول لك اصل هو معظم ضربات الجزاء، لكن كمان ضربات الجزاء لازم الناس تعرف لا انها مهاره عاليه جدا، حذرة وعايزه هدوء وعايزه ثقه في النفس كبيره جدا. لا وهو على فكره ما له اهداف كمان من غير عادي. لا صراحه نموذج علي معلول ان هو صناعه اهداف كمان دي مهاره مش سهله يعني. يعني الكره بتخرج من رجل علي معلول يعني بنسبه كبيره جدا هي هدف يعني او فرصه محققه يعني بناء الطرف الاخر بقى اللي هو زميل اللي متلقي الكره وكيفيه التصرف فيها. يعني هو طبعا صحيح. مفيد جدا للفرقه يعني مكسب حقيقي للكره المصر للاهلي والكره التونسيه. علي معلول لاعب مميز للغايه يعني بيدي متعه كمان في الملعب يعني الحقيقه الواحد بيحب يتفرج عليه يعني يعني ندره كبيره جدا من اللعيبه اللي بتحب تتفرج عليها يعني. ممكن انت بتحب فرقه او بتحب تتفرج على فرقه، لما تحب تتفرج على لاعب معين يعني دي مميزه طبعا حاجه يعني. علي معلول تحس ان هو من ابناء النادي الاهلي، تحس انه مولود جوه النادي الاهلي وحبه للنادي الاهلي جدا، عاشق كبير جدا للفرقه ومخلص جدا بشكل واضح. ويعني انا اتصور ان واحد زي علي معلول ده ممكن تجي له يعني، انا مش متابع قوي بس اكيد بتجي له عروض، ورفض عروض كتيره جدا بمبالغ كبيره. هو حاسس ان هو كده حلو قوي يعني متمسك بالاهلي دي تحسب له كتير. التحضير طبعا نتيجه المباراه بتيجي على مستوى التحضير الفني والتحضير الاداري وكمان على المستوى التحضير النفسي. عايز اناقش حضراتكم في وجود الكابتن محمود الخطيب، مش كرئيس نادي كمان، كرمز كبير وكاسطوره من اساطير كره القدم، اعتقد برضو كان ليها دور في الهدوء ولها دور كمان على المستوى المعنوي للعيبه. هو دور كمان عارف ايه، هو بطبيعه الكابتن محمود الخطيب اللي احنا عارفينها معاه كلاعب وكاداري وكمسؤول يعني في النادي الاهلي، هو مش من النوع اللي بيعمل دوشه. انا بتكلم يعني بمنتهى الصراحه انه هو بطبيعته الهاديه دي تواجده، يعني ان هو ياخد قرار ان هو يبقى موجود في المباراه دي كرئيس بعثه، كرئيس بعثه رغم صعوبه المهمه ورغم انه عارف ان الدنيا صعبه جدا، ووجوده مع اللعيبه ممكن يبقى هو اقدر برضو على فهم
تصرفات اللعيبه وايه اللي ممكن ياثر عليهم ايجابا من غير دوشه. كابتن محمود كلامه بيبقى يعني كلامه قليل بس ليه بس في دايما بيتكلم على النادي الاهلي وروح النادي الاهلي وروح الفانيلا الحمراء. وزي ما حضرتك بتقول لما يبقى موجود في وسط اللعيبه دول حد اسطوره يعني من اسطوره بحجم كابتن محمود الخطيب 100% يا كابتن ده دافع مهم جدا. مجرد كلمتين هيتقالوا بالزبط. ببساطه شديده هيبقى اكتر من ان واحد يقعد يحمس في اللعيبه ويقول لهم اعملوا واعملوا. لا هو مجرد هو متواجد يا جماعه انتوا كذا 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 عندكم مهمه كذا بعد المباراه. المباراه لم تنتهي او المهمه لم تنتهي قدامكم لسه مباراه اخرى مهمه في القاهره باذن الله. ده انا شايف ان هو طبعا وجود فاعل جدا يعني وجود طبعا مهم جدا. وكمان ان يعني النهارده في كان خبر قلناه حتى في فقره الاخبار كان طلع ان الشناوي مش هيلعب وانه مهدد بالانذار الثالث. الحكم نفسه نفى يعني بعد السيد الكابتن سيد عبد الحفيظ قال ده والحكم قال انا لم اعطي محمد الشناوي ما حصلش لان هو الراجل يعني هو اصلا البنالتي ده اصلا يعني انا مش مرتاح له اساسا اتحسب الضرب جزاء هو يعني كان الراجل حسب الارتداد فهو يمكن كل ما هنالك ان يعني الزحلقه اللي عملها الشناوي كانت ربما شديده شويه. فانا شايف ان الخصم اللاعب مهاجم الوداد هو اللي تعمد السقوط فوق الشناوي بشكل واضح جدا. فيعني ما كانش ناقصه انذارات يعني يعني حته ان الجدل اللي حصل حوالين انذار ثالث او ما فيش انذار او ده كله كان كلام يعني سوشيال ميديا وتعودنا على السوشيال ميديا البحث عن الاثارات اشاعات قائمه اشاعات مثيره. لكن طبعا انا الحمد لله ان هو الشناوي ده عنصر مهم جدا في الفرقه وان شاء الله يعني بصفته قائد الفرقه ان شاء الله يرفع الكاس في نهايه البطوله باذن الله. فطبعا المهم جدا ان يعني ما يكونش في انذارات لاخرين يعني هو دي طبعا هتتحط في حسابات الماتش الجاي. انا اتصور موسيماني انه يعني هو باصص للنهائي وفي نفس الوقت بيبص في الورق. الحته دي اداريه بحته. ليه؟ لان يعني انا عشت الجزء دوت هو مدير الكوره اول ما بيكون هو بيبقى حاسب طبعا انذارات بيجي له طبعا وهو بيسال اللعيبه الانذارات ايه طبعًا. ولو في انذارات مثلا في لعيب مهدد لو لعيب عنده انذارين بيقول له كمان يعني بيقول الاول للمدير الفني. لا ده نقطه مهمه جدا على فكره لمدير الكوره لدرجه انها ممكن في بعض الانديه ممكن توقع الفرقه في غلط لما يبقى عندك انت مش حاسب موقفك ايه من ناحيه الانذارات وحالات الطرد والكلام ده. انت ممكن ترتكب خطا يلغي مباراه فلازم طبعًا. يعني اقصد يعني بيبقى في تفرغ كامل من جانب. لا مش هتوصل للدرجه دي. لا في ناس بتغلط يعني في يعني هي عندك ماتش العوده ان هم الناس مهدده بانذار ثالث دي يعني هيتعلم عليها. بس طبعا دي لازم تكون عند كابتن سعد عبد الحفيظ موجوده زي ما بقول لك ده من البروتوكول. ده الشغل الطبيعي ان هو قبل المباراه بيقدم ورقه لموسيماني او قبل المباراه يوم المباراه قبل المباراه يمكن بيومين بيقدم ورقه لموسيماني يقول له والله احنا عندنا انذارات 1 2 3 بالظبط على كمان لان دي بتخش في حسابات فنيه. أيوة. والحسابات بالزبط. الفنيه دي شفناها من خلال المباراه انه خرج ديانج مش عشان هو وحش لكن بعد خد الانذار لانه خوفا من الانذار الثاني. فالراجل بيبص لقدام فالموضوع بالزبط. الموضوع بيبقى ليه يعني هي حاجه اداريه بس لها حسبه فنيه. حسبه فنيه طبعا اساسي فنيه طبعا وبرده لازم نشيد فعلا بمحمد الشناوي. ما شاء الله ما شاء الله يعني نمسك الخشب يعني ضربات الجزاء بالنسبه له اعتقد ان هو متالق فيها جدا جدا. ويعني في خلال المباريات الاخيره دي حصل كذا ضربه جزاء هو تصدى ليها تقريبا اخر 4 ضربات جزاء اربع ضربات جزاء في 7 مباريات بالظبط. فدي حاجه كويسه. وغير كده حتى من غير ضربات الجزاء طريقه تقدم محمد الشناوي لقطع كرات معينه صحيح في هجمات للفرق المنافسه ده برضو مهم جدا لانه حارس المرمى بيبقى شايف يعني رؤيه بانوراما شويه للملعب فتحركه مهم جدا لانه هو كمان ممكن يبقى بتفاهمه مع المدافعين بتوعه بيقدر يوجه ويعمل دي مهمه هو جدا. توجهاته دايما
من في وقتها وكمان كمان ميزه محمد ان هو ما شاء الله الكرات العرضيه ما عندوش اي مشكله بقى. مشكله في يعني في بعض الحراس المرمى الجيدين جدا بس عنده مشكله في على مستوى على مستوى التحرك العرضي لكن عنده مشكله في الكرات العرضيه. محمد ما شاء الله يعني يمسك الخشب ربنا يحفظه برضو الكرات العرضيه مستحق يعني ان هو يبقى فعلا رجل المباراه. صحيح يعني شوف رغم ان الاهلي كسبان انما ضربه الجزاء برضو اللي هو تصدى ليها كان مهمه جدا وفي توقيت على فكره لو صحيح ما انقذهاش ممكن المباراه تتقلب تاني يعني خلي بالك حقيقي في اخر الشوط الاولاني يا تخرج كسبان واحد بالظبط في دقيقه 43 اه يا تخرج متعادل فرق يا تخرج كسبان زي ما انت يا تخرج متعادل فالفرقه الثانيه في الشوط الثاني تعمل نظام مختلف تماما فدي مهمه جدا اداؤه ما شاء الله يعني يعني ان شاء الله يبقى يستمر على كده ان شاء الله. نتكلم مع حضراتكم شويه في الاجواء والصحافه المغربيه بعد بعد المباراه اشادت اكيد بالنادي الاهلي وعلى الجانب الاخر كمان وجود موسيماني من جنوب افريقيا بدا في ناس كتير جدا حتى على مستوى الافراد وعلى مستوى الناس هناك بداوا يشجعوا النادي الاهلي وكان في صوره حلوه قوي عائله موسيماني قبل المباراه بتشجعه ولابسه تيشيرت النادي الاهلي. جميل. كمان على مستوى المردود الاعلامي كان في مردود اعلامي جيد جدا في جنوب افريقيا. شفت الاهتمام الاعلامي ازاي بهذه المباراه على مستوى المغرب بعد المباراه وعلى مستوى حتى جنوب افريقيا يعني طبعا بالنسبه للمغرب تحديدا كان في يعني تقدير جامد عالي جدا لفرقه النادي الاهلي وادائها ومحاوله ايجاد مبررات لخساره الوداد. طبعا كان مشايلين الليله كلها للمدير الفني جاموندي فطبعا لكن طبعا في اعتراف بجانب اخطاء جاموندي او اذا كان هو يعني شايف انما في اعتراف وتقدير لاداء النادي الاهلي كان عالي جدا على مدار 90 دقيقه يقظه دفاعيه واستغلال لكل الفرص يعني يعني هناك اكثر من صحيفه مغربيه يعني علمت على ان الاهلي فاز باقل عدد من الاهداف يعني كان ممكن يبقى الفوز اكبر بكتير ويبقى الخروج للوداد ده شبه مؤكد يعني فطبعا النتيجه كان واضحه جدا على في الصحافه المغربيه وحتى المعلقين المغاربه لكن طبعا هم طبعا هناك يعني بشكل واضح جدا اعلام منقسم بين الوداد والرجاء طبيعي. بشكل واضح يعني مش متداري يعني فطبعا كلهم كل الاعلام المؤيد للوداد يعني بيوجد الفرصه ان الفرصه موجوده في القاهره وان ابرزوا تصريحات جاموندي ان هو يعني مش هيقاسوا وان هم الحظ كان تخلى عنهم في دار البيضاء مش هتخلى عنهم في القاهره كل ده كان موجود في خلال الايام اللي فاتت لكن طبعا اراده الاهلي هنا واصرار الاهلي على هو عايز ايه وخبرات لعيبته الكبيره جدا وموسيماني اللي هو يعني اندمج مع الفرقه بسرعه شديده لانه كان في دماغه حب الاهلي يعني دي نقطه مهمه جدا صحيح صحيح فيعني جنوب افريقيا فخورين جدا بما تحقق مع موسيماني في الفتره القصيره الموجوده ويعني اصبحوا اهلاويه يعني مستنين اللقب للاهلي صحيح لان ده هيزيدهم سعاده ويعني اظن ان موسيماني خلق حاله من يعني الاندماج والاخويه بين الاهلي وصن داونز يعني وجماهير صن داونز في جنوب افريقيا مش قليله يعني جماهير عريضه جدا فيعني الحاله دلوقتي احنا مرتبطه باللقب في ناس كتير بتشجع النادي الاهلي دلوقتي حتى على مستوى الافراد في جنوب افريقيا بيشجعوا النادي الاهلي عشان خاطر ده حقيقي ده على فكره مجرد تعاقد لا يعني موسيماني يعني موسيماني جاي مشجع للاهلي قبل ما يكون مدرب الاهلي شفت رئيس الجمهوريه هناك بيهني موسيماني بتعاقده او انتقاله الى الكره المصريه وتدريب النادي الاهلي يعني يعني ده انا بقول ان هو حدث يعني اكيد اكيد يعني طبعا حدث كبير جدا واحنا يمكن في وقتها اتكلمنا عليه. بالنسبه للصحافه المغربيه طبعا في حاله يعني صدمه اولا كبيره جدا يعني في صحيفه شهيره هناك صحيفه المنتخب اصدقائنا
استاذ محمد بنيس ومصطفى بدري لعنة الفراعنة، ده العنوان المنشط بتاعهم، اسقطتنا في الرعونة. يعني لانه فعلا لو تلاحظ انه اداء الرجاء ومن قبله الوداد في رعونة فعلا، بس طبعا مش بسبب لا هي بس مش خلي بسبب بلد لعنة الفراعنة، هي بسبب اداء بالظبط. برافو عليك، برافو عليك، انت اللي بتكبره انت بتكسر رضا. لا هو لعنه الفراعنه دي عشان لازمه مصريه طبيعيه. انه يعني احنا مش بنسحر يعني يعني انت مش ساحر، لكن الاهلي برضو كون انها المباراه الاولى، يعني يمكن الرجاء بعدنا، الرجاء والزمالك بعد الاهلي والوداد. فوز الاهلي انا في اعتقادي او اداء النادي الاهلي ممكن يكون برضو شجع اكتر لعيبة الزمالك وقدوا مباراة قوية جدا أمام الرجاء. طبعا هما معلقين على الوداد والأهلي 0-2، معلقين عليها خطأ العمر طبعا، أكيد ده يحيى جبران. طبعا وفي أكيد. خطأ كمان اللي هو أوك بديع، أوك بديع، أوك الضرب الجزاء اللي هو برضو معرفش في صورة أعتقد لبديع دي، وهو يعني زعلان قوي بعد ال شفتها حتى لايف طبعا، كان اصل يعني هي برضو نقطه محوريه داخل داخل المباراه. بس طبيعي ان هم كابتن هاني هيشجعوا فرقتهم او فريقهم، فريقيهم يعني، على قبل مباراه العوده. لكن ان شاء الله برضو انا بتوقع انه النادي الاهلي في مباراته القادمه هيكون اداء قوي، وانا مش بقول كده من فراغ، بقول كده من متابعتي لأداء الأهلي في تحت قيادة موسيماني. يعني هما نفس اللعيبة، هما نفس الإمكانيات. أنا اللي بشوفه أنه موسيماني عامل تكليفات معينة ومركز في حاجات معينة بحيث أنه يقلل المساحات الخالية في الملعب. يعني بالنسبة في نص ملعب الأهلي أنت دلوقتي ما بتشوفش اختراقات في هجمات مرتدة خطيرة عليك، مش زي يعني في فترة كده معينة في الفترة الأخيرة الكرات اللي بتقع ورا السردباكين وبيكون فيها مهم. وكان مسار قلقنا دايما اللي هي قصة السردباكين، انه ممكن ازاي يبقى الكرات العرضية خطيرة وبيحصل نوع من الارتباك او كده او السرحان شوية أو يعني السرحان. اعتقد الامور دي اختفت. فانا بقول انه بقى في تركيز اكتر وحاجة، يعني أنا بقول إن هي حاجة كويسة قوي، الأداء بقى مرضي جدا أعتقد للجماهير. ده حقيقي، وإن شاء الله يكون أفضل إن شاء الله بإذن الله. أنا بأيدكم طبعا، المباراة مش مباراة مش سهلة. لا أعتقد إن كمان الوداد هيكون أشرس بصفة كبيرة، هيكون أفضل من الناحية الفنية، لأنه كمان وما عندوش حاجة تخسرها بالظبط. يعني دايما المباريات الفرق اللي ما عندهاش حاجة تخسرها أو طبعا. بالنسبة لها يعني لو عملت نتيجة جيدة بالنسبة لها ممكن تمحي شوية الهزيمة. فأنا متوقع الجزء ده، وكمان متوقع أن النادي الأهلي ولعبته على قد المسؤولية، وإن شاء الله بإذن كلنا إن شاء الله نفرح يوم الجمعة بوصلنا للمباراة النهائية بإذن الله. طبعا في نهاية فقرتنا طبعا أستاذ سامي بنشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا. تحياتك يا كابتن أستاذ جمال، طبعا دايما منورنا ومشرفنا، وإن شاء الله على اللقاء، ويكون النادي الأهلي سعيد بوجودي معاك والله ومع الأستاذ سامي. ربنا يخليك، ربنا يخليك، شكرا جزيلا. عندنا فاصل دلوقتي، وبعد الفاصل نستقبل الكابتن مجدي عبد العاطي.